صج ابونا ما تمينون؟ احشم نفسك عن الغلط. ايه هذا الواقع. احنا انحرمنا من وادع شي من طفولتنا للحين. ايش قصدك؟ يعني كل رفيجاتي عندهم فلل وجدام فللهم واقفه سيارات اخر موديل، وفي الصيف يسافرون اوروبا وسواحل هاواي. يا علك ان شاء الله تهوين في بر، قولي امين. يا جلله الحياه الواحد يمد لسانه، قصدي ريوله على قد الحافه. عاد وين الحاف؟ دورك قصير يمه. ايش تبي وصمه؟ خلينا نكون واقعيين اكثر من كذي، ترى غيرنا عايش منا احسن بمليون مره. بس يا يمه حرام عليكم، ترحموا على ابوكم، لا تغلطون عليه، على الاقل تذكروا محاسنة او سكتوا. اقول لك ابوي مات مجنون والكل تمسخر عليه، تقول لي ذكروا محاسنة؟ يمه فكينا. لا هذول اللي بوكوا فنهم. هيا يلا هيا يلا طلعوا. بس حسبي الله على ابليسكم. كنا غلطنا على ابونا. شيل كنا غلطنا على ابونا. مو عيب علينا وابونا متوفي؟ مو بكنا امنا زعلت علينا؟ شيل كنا زعلت علينا. امي ما ترضى على ابوي. مو بكنا ابونا مات مجنون؟ شيل كنا مات مجنون. مو كنك غلط على ابوي؟ شيل كنك غلط على ابوي. يا ابو سيد العيال ما يدرون عن شيء، لا تسأل منهم ولا تلومهم. وي ليكون امي زعلت مني، انا بحج اني ما صخته في الكلام عن ابوي. هذه مهما كان يظل ابوي، ايه ابوي اللي احبه واحترمه واعتبره احسن ريال في الدنيا. انا لازم اخذ بخاطر امي وراح اعتذر منها. انتوا ما ترون ابوكم السوى قبل الله يموت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اقدم لك بسهيل من اكفأ المحاسبين عندنا في الشركة. ان شاء الله بس حساباتك مضبوطة. عسى الله يسلمك، كل شيء مضبوط بفضل ابو عبد اللطيف الله يسلمك. الحين انزل ابو عبد اللطيف مدير الشركة الحالي عبد العزيز. اي بس الله يسلمك، انت عمود الشركة؟ أنا انتقلت إلى مكان ثاني. شحقة؟ مو عاجبك المدير الجديد؟ ملا الله يسلمك، عاجبني، بس أنا اشتغلت مع أبو عبد اللطيف 15 سنة وتفاجئت بنقله. سياسة الإدارة الجديدة إنها تعمل تدوير بين المسؤولين والمدراء عشان تحسين الإنتاج. أبو عبد اللطيف، تحمل صدقك تتكلم في هالأمور أمام موظفين عاديين؟ شلون هاي؟ يلا امشي 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 الله يا دوب. ما علي يا ابو سهيل، اصبر الصبر زين، بعدين كل مديريه لا اسلوبه لا طريقه في ادارته. تعامل مع الناس نعمة، ومن داوم هذا المدير الجديد وأنا حاسبه ثقيل على قلبي. يا بوسي هونها وتهون،
إذا رد علي وعليك ناكل حصى بالطقاق، بس اليهال وعلي عليهم علشانهم تحمل. إيه وانش كاسر ظهري غير هاليهال ذلين. يا أخي هذه اللي اسمه أبو سهيل شيطان. إيش حقه؟ يا أخي عمري ما شفت واحد مثلاته دقيق في الحسابات، حتى البيزن ما تضيع عليه. أبو سهيل من أكفأ الموظفين عندي، لا تنسى التوصيات المرفوعة. لا يا أبو عبد اللطيف اسمح لي، كل مدير ولا استراتيجيته في العمل، وأنا أشوف أنك كنت وايد طيب مع الموظفين. أنا أبوك كل سنتين يا علاوة يا زيادة، هاي ما يصير. بالعكس أنا أشوف الموظف كل ما أعطيته كل ما أعطاك أكثر. أنا شفت الدرجات طبعاً وصلوا لأعلى مستوى في السقف الوظيفي، يعني لا نقدر لا نعطيهم لا مكافآت ولا زيادات. وبعدين أنا من رأيي أنك ما تعطي الموظف مكافأة، لازم تخليه يركض وراك يحفي لين يحصل المكافأة. عموماً أنا لي سلوبي وفهمي في الإدارة. أنت ما قصرت، على العموم أنا عندي نقد عليك على الإدارة، يعني عندك ثغرات في إدارتك. أنت كنت وايد طيب في إدارتك، وطبعاً المدير الطيب ينتج موظف غير مبالي ومهمل. كلامك مو صحيح. برخصتك. هلا نادي، اسمع أبقيك تعطيني تقرير كامل عن الموظفين زين، وخصوصا هذه اللي اسمه أبو سهيل. وين بتروح وتبني يا أبو لطيف؟ البركة في مديركم الجديد عبد العزيز، الله يساعدني عليه. شوف يا أبو لطيف، مديرنا الجديد من أول ما شفته أنا أقدر أحكم عليه، ومن شفته نسدت شدي عنه. أبو سهيل يا عبد العزيز، ما تفرق عندي، تعال أبقيك بسرعة. عندي بعض لطيف الله يسلمه. أنا مديرك وما في أحد غيري يبغيك، تعال بسرعة. إن شاء الله. أقول الله يساعدكم عليه. يعني أنت لازم أبي لك زفة وطيران وطبول علشان تيني المكتب؟ لازم تهد اللي في يدك وتيني على طول. قلت لك عندي ابو عبد اللطيف. والله شوف عاد ابو عبد اللطيف ابو حقب، انا هذه مو شغلي، اتهد اللي في يدك وتيني. الريال يالي يسلم علي قبل لا يروح، اطرد من مكتبي. ياه وترددني بعد؟ مخصوم منك 3 ايام. طلع برا، اقول لك برا. يا برا لا بركت فيكم. وي أقول بيعنا في السوق؟ أشتريك يا أم سهيل. خير إش فيك؟ حط الهم والحزن على راسك. هم الشغل ولازم أتحمل. أكيد مديرك الجديد هو السبب. حاولت أرضيه، أذبح روحي في الشغل، ما في فايدة. طفح الكيل يا طفح الكيل. في الرضاض اللي رضى، مو مهم إنه ترضيه، المهم ترضي ربك الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، لكن والله انقلط علي مرة ثانية، لا شدخة واللي فيه فيه. صباحك الله بالخير أبو سهيل. يا هلا ويا مرحبا، شلونك؟ الله يسلمك. شلون العيال؟ الحمد لله بخير، طيبين. طيب حالك؟ أنت زين الحين؟ إيه الحمد لله. حج علي، أنا الحجي الزايد، وتفضل روح شوف شغلك. إن شاء الله. الساعة كام؟ طبعاً متأخر. أي تأخرت الله يسلمك، الساعة 7:05 وياي 7:03، شلون تأخرت؟ إي بس هذي يسمونه تأخير. أنت إيش في خشمك اليوم؟ أنا إيش في خشمي؟ إي نعم إيش في خشمك؟ قزرت تبيع حمام في سوق المقاصيص، وحين تسوي روحك مدير علينا؟ إيه مدير عليك، رضيت والله ما رضيت، لكن أنا لي حساب وياك بعدين. إيه خوفتني، روح روح واسوس في إذن عمك السوسة.
سالفه لازم اقول لك عنها. تعالي المكتب، تعال المكتب. ليش ما اقول لك الحين؟ ليش متاخر اليوم؟ عاد انا هالمره ما تاخرت، واذا تاخيري ذي بيسبب حق الشركه خساره فاخصم مني 3 دقائق بس. بعدين تريال وكشخشه مدير وخرطي، تروح تطرش لنا ناس يتجسسون علينا عند السيايير. شب طبعا اللي قال لي شب. انتم متى بتصير ريال؟ انا ريال قصبا عليك وعلى امثالك، واذا انت شاك في روحك وفي اللي مثلك فهذه مشكلتك مو مشكلتي انا. اقول بطرشك حق دكان يبيع اعشاب عنده حبوب يسوي قوي. اطلع برا، اطلع برا. أكيد أبوي قاعد في البيت وبعدين فنش. لا يا يما، أكيد لقى له شغلة ثانية لأنه محاسب ومطلوب. هم لا، بس عيل ما يبي لها شيء من كثر قعدته في البيت، شطح بأفكاره ويل. سيلوه آي ما شاب. إن شاء الله إن شابيت، بس أنت ما قلت لنا إيش صار بعدين. أخذ إجازة شهر ونص وما كمل اسبوعين الا اتصل فيه المدير وقال له تعال داوم مره ثانيه. نو 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 نو، ترسي لنا الطاوله كل شيء. نو نو، افتر 5 مينيت يو كان. عطشان انا. انزين بقول لك، احنا انت من صدقك بتنادي؟ طبعا بنادي. انت بعظمة لسانك قايل انك ما بتخليه يطلع من الشركة الا بمصيبة عودة. وليش تقولني قول ما قلته؟ بعدين انت ليش قاعد تألف علي؟ شو تفكر فيه؟ الفايل مال المحاسب وسهيل في الشركة وايد نظيف، الظاهر انه مخلص ويحب الشركة. زين يعني اذا تخلصينا منه الحين اكيد بنكون غلطانين، ومجلس الادارة مال الشركة ما راح يوافق على إقالته. والحال نكسبه ونلعب وياه لعبة حلوة. إيه الحين فهمتك. يعني الصفقة الجاية 30% لنا و3% لك. بس إيه بس 3% وايد عليك، وانت ايش قاعد تسوي في الشركة؟ قاعد تودي حكي وتجيب حكي. ها ترى حتى 3% اشيله عنك. زين ما يصير 3.5؟ بس قد بس 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 انا موافق. زين خلي يبون لنا العشاء. ويتر ويتر، انا اطلعت على فايلك واتضح ان احنا ظلمناك، لكن شو يقول الواحد اللي ما يعرفك ما يثمنك، وانا كنت اظن ان انت واحد من الموظفين اللي مسيبين واللي شردون من شغلهم، وحب أقول لك إن رشحناك السنة لجائزة التميز ولك مكافأة على مجهودك. ألف 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 مبروك على الترقية. الذيب ماهر والعبث يا أخو، يلا هداك إن شاء الله. أدي حد من اللي عطاك الترقية ولا تشك في مديرك. أقول لك الذيب ماهر والعبث، تقول لي مديرك الأول اللي حاسبوني على 3 دقائق تأخير، والحين آي ماي ما حد يحاكيني. لا وبعد بقول لك في ملفات مال الشركه تمر ما تمر علي انا. ليش وانت الله يهداك ايش عليك منه؟ تسوي اللي يقولون لك عليه وروح البيت كاف العاف. مو بس درجه ومكافاه، الا قولوا مكافآت. هذه الزين وابوكم ما سكت، طبعا رفض كل هالترقيات. هذه لينون بعينه وعلمه. احشم نفسك عن الغلط عاد على ابوك. وقام يفتش
ودور ودقق في كل الملفات السرية. أنا أبوي يعجبني. أي عجبك أنتي؟ لو سامع نصيحة حج علي وايد أحسن. زين يما، وعقب إيش صار؟ وبعدين بدي يكشف ألاعيبهم واختلاساتهم السرية كلها. قايل لك، قايل لك يا عبد العزيز، طرده طرده، خليه يمشي أحسن لنا. لا مو أحسن. شلون مو أحسن؟ كان عقب يومين بيقدم استقالته. قايل لك، قايل لك إحنا نبغي نلعب معاه. عطيته كل الامتيازات، عطيته حوافز، عطيته ترقيات، ولا بمبين في عينه يعني عين البط. للحين ما ابتدت اللعبة معاه. الحسابات فيها غلط يا بيلة تشيك. عاد يسلمون أول شيء. واصل. في بنود وحسابات تدش في بنود مو في محلها. وفي حسابات تدش على الشركة مو مالت الشركة، وهذه يبي لها تفسير قانوني. زين تعالوا شوفوا. ايش في وجهك احمر وعيونك متغيره؟ ايش فيك انت مريض؟ ها لا مو مريضه، ما فيني شيء. انت رحت عند الدكتور؟ وش لا اروح عند الدكتور وانا ما فيني شيء؟ شكلك مريض وانا قلبي عليك، انا احبك، ما اقدر اشوفك مريض. روح روح عند الدكتور. بعدين صراحة لا يكون فيك شيء شايد شايد، لأن وجهك لونه أحمر وعينك خضرة. صراحة أنا متأكد إن فيك شيء. أنت رحت الدكتور وتشيكك؟ تشيكني شلون؟ ما فيني شيء أنا صاحي، ما فيني شيء. حج علي الله يبارك في عبد العزيز ويخليه حق عياله. لا وهاك لا تنسى اللي اتفقنا عليه، والمقسوم بيك بعد اكثر مني. أفا عليك لا توصي حريص كذي. زين لا 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 مو مصدق. لا تشوفه. ايش اللي تشوفه؟ وجهك مصافر. لا والمصيبه ان مساحه كان حمر. أشوف أشوف. وعيونك عيونك غير بعد صارت. إيش فيك مريض؟ أنا مريض؟ لا 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 الله يشفيك، الله يشفيك أبو سهيل، الله يشفيك. أنا أقول ليش ما تروح حق الدكتور وتخلي يشوفك ويكشف عليك؟ يا أبو سهيل أنت ريال وراك مره وعندك عيال، لا تخلي روحك كذي يا أخوي، لا تخلي روحك كذي. معقولة؟ وساكت؟ قول دكتور قول لي ايش فيني؟ مو معقولة. دكتور لا تقعد هولي، قول لي ايش فيني؟ عضك كلب أيرب يوم كنت صغير؟ لا أنا اللي عض الكلب. تذكر سعال كلب الأيرب يصير في دمك ومحتاج حق علاج وحق راحة طويلة. دكتور لا يبي لك سفرة علاجية عشان ترتاح ونفتك من داء الكلب المنتشر في جسمك. والنهاية يعني؟ النهاية بتنقلب كلب. عشانه دكتور العلم يقول كذي مو بانا. يعني أنا ممكن أعاديك أنت وتصير كلب سلوقي؟ نجحت خطتني يا عبد العزيز. الدكتور نعمان خلوه عايش في ولوال. بعد مو كفاية. انت من صدقك؟ اي نعم. ابقيك تلاحقه من عيادة لعيادة اللي يروح فيها. شلي؟ تعرف ليش؟ لان اكيد ما بيكون واثق في الدكتور نعمان. صراحة انت شيطان لو عبقري بعد. أكيد دسموا الدكاترة اللي في العيادات عشان يخبرونهم إنه مريض. وهذا اللي صار يا يما. معقولة في ناس تبيع ضمايرهم عشان الفلوس؟ وايد يا يما. وتم أبوك يروح من مكان لمكان ويقولون له أنت فيك مرض الكلاب،
ليه ما صدقوا علي علي؟ وهو يعني صاحي ما في شيء؟ ايش فيك انت؟ اكيد صاحي. لا انا ما اسال عن ابوي، اسال عن الكلب اللي عض ابوي، ابوي ادريبه مينون. ما في احد غيرك مينون، وعن غلط. بس عاد بس، ابوكم صادته حاله نفسيه، تعب، اكتئب، ايه، وبعدها حالوا على التقاعد المبكر. وصار بعدين؟ انكشف امرهم. تعرفون من هو اللي كشف امرهم؟ مين؟ حجي علي الفراش. حجي علي الفراش؟ ما غيره؟ مال فريجنا؟ اي نعم، يوم شاف حالة ابوكم وتدهورت حالته الصحية انب ضميره، راح ودخل على مجلس الادارة وكشف كل اختلاساتهم وكل اوراقهم وكل سرقاتهم بالملفات اللي كان يصورها وهم ما يدرون. ومات ابوي مينون بمرض داء الكلاب. ابوك مات بالوهم، وهم ما سووا لهم شيء لان الدنيا مصالح. بس يكفي انه هو مات والناس تذكره بالشهامه والطيبه والخير، ومات وهو مرفوع الراس فوق. سبها بوسهيل، بوسهيل، بوسهيل الغالي، ابعد طوافي وينك بوسهيل؟ يا على ريلي، يا على ابو عيالي. ايش صاير بعد ما يكون قامت الحرب؟ اي حرب، اي حرب، هذه اللمه تصارخ تنادي ابوي وانا كل عبالي حلمان. ليش امنا ما تدري ان ابونا ميت من سنه يدي؟ شو ما تدري؟ اكيد تدري عيال. دريت الظاهر ان امك صادها اللي صاد ابوك. صادها؟ بس لان امك ماره فبسويها. سلام رشود، لحقوا علي، ابوكم اختفى ما شفتوه. اي عليك يا ابو عيال، اي عليك اللي استكثرت تقعد في الصوره وتجابلني. اي ايش فيكم انتم؟ لا لا ما عادي، ما فينا شيء. لا 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 لا، هذا الشيء ما ينسكت عليه ما دام انه اختفى. نقوم ونروح ندور عليه. قوموا قوموا يمه، ابوي ترى ميت من زمان. ايش فيك انت؟ شعم اقول انت شعم، ارن ابوك ميت من زمان بس اختفى، لازم نروح ندور عليه. يا يمه شلون ميت وندور عليه؟ هذه لينون بعين. انتوا الحين سكتوا خلي امي تكمل السالفه. الحين ابوكم ما كان بالصوره؟ ايه اختفى، من اللي زعله؟ لا حد طالعني، لا حد يقول اني قمت انابح عليه وزعل. زين مو عيب عليك تسوي كذي في ابوك؟ كذي يا يمه، ابوك حساس ما يحب الغلط. هو ما قال لك شيء؟ لا. ولا تف بويهوك؟ لا كلش. ولا طقك؟ لا. ويا بعد طويفي، تعال يمه، تعال انا بقول لك شيء بصوصرك. قوم بصوصرك قوم. انت شعمه يا مصلسان، هذه كلمة راس بيني وبين ولدي. تعال.